تباخذ حق الصوت لا ريا بثرة. شكرا يعطيك العافية. بعض الأحيان أحسهم ترى يتملعنون علينا كذا. يقول هذه إشارة عسكرية لحقين ترينيتي. أوكي وات تباني أروح على ذا You're kidding me right. أيوة أوكي لفة كذا لفة كذا. أوه هذا مولد كهرب. يا رب انه ما يطيح. اشتراهم ان انا هنا. يقول شكله هنا. اقعدوا في مواقعكم. اهلا. يا اخي ليش كل الناس يشبهون بعض؟ في البداية ترى حسبته جايكم. خذ لك. ايوه. خذ لك. يا ورع موت. كم طلقة رشاش عشان تموت؟ اخس والله زي انشارتد حركة. اوب تعال يا ورع. او شيت واو تعال يا ورع. ليش كل الشخصيات تشبه بعض؟ هذا عيب في اللعبة مو بعجبني. اغلب الشخصيات تشبه بعض. واو 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 كول داون برو. أو شيت ما يقلعك. أيوة هيد شوت. أوه كل في واحد فوق. لا أوكي ليتس جو. ليه أخذت إيش ذهب هذا ولا حديد ولا إيش؟ كان في آدم هنا بس أخذت الكشاف حقه. أي حرق. أوكي خذ لك هيد شوت. بوم هيد شوت. السلام عليكم في احد هنا؟ اوكي ما في احد. اغراض حلوه. نوب رصاص. شت. السلام عليكم. وين بيطلعون؟ اوه واي. اوكي قاروره ما ادري علبه. ايش دخل؟ وات؟ كرافتنج اكسبلوزف يمديه يسوي مفجرات. نعم الفلة. خذ لك يا ورق. بوم اوكي ناخذ العلبة. اوكي جيب الاغراض جيب العيار. شيت واي ذا هيل ديد اي دو ذات. اوكي شكرا اني هيل. سخر على النار يا ورع. اقول لك كيف سويت المتفجرات انا؟ هولد دايرة دروب. اوكي وشي ثاني بعد كيف اقدر اغير النظرة يعني خليها تطالع الناحية الثانية؟ اتوقع كذا ما لها دخل. كيف سويت المتفجرات هي؟ يا ولد هو قال لي اضغط ال تي او خليني اشوف ار تي. نو اوكي ابى اشوف كيف يسوي المتفجرات. والواضح انه مو بلازم. اهلا هنا هذا حق اللوك بيك. اوكي ايش فينا؟ اوه فل وش ذا؟ جمجمه فل وش ذا بعد؟ افيد ليرنر. إلى الآن الله يقلعك حيوانة غدرة. اوكي طيب ممكن انزل. اوب السلام عليكم. طب وو اصبر يا راضينا. يا
باقي الان ما وصلنا للقطار الابلة ده. اوكي شكرا على الشطفة. جاكوب جاكوب لارا بي كل مكان. جنبنا ذا بس في مخيم هنا حريقة زبدة تكسك ليفت لس دامج فروم اكسبلوز اون فاير. يلا عشان اذا واحد رمى علينا جرنيد محترم يصير هذه خرافية عشان بحيث اذا قتلت احد بتخفي. بس خلينا نشوف اذا في احد شيء ثاني يسوى. ستيدي ايم تايم اون بو تشارج شوت. اوكي هذه ثبت لي الطلقة. ربط كرافتنج لا سندريا بوم جريت كاس. هذا يقدر اسوي متفجرات. اوكي ايش في هنا؟ رشاش يمدي اقوي الرشاش. يب قويت الرشاش. اوكي يلا مشينا 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 يا شباب. ما رشاش انا صح؟ اوكي كويس. طيب ليش ما يعني دفيت الباب شوية؟ اوكي اوكي روب بول. يقول لي مديك تسحب العالم مدري كيف الزبدة. لا 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 يا حيوان لا 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 يا ورع ما ينفع كذا. يا الله ليه 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 العباطة ذي. اوكي اوه 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 واو شل شل اي 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 صار. اوه في ناس في ناس قاموا يطبون من فوق من تحت. اوكي هذا طاح. هاي يا غدرة. اوكي اقدر اذبح من هنا. يب السلام عليكم. اوه البليال. اوكي اسوي الروب بول هذه. لا قهر تعال طلع راسك. يا ورع طلع راسك. اوكي شكرا. اوكي الرصاص ما يخترق الخشب. حقيقة فيزيائية خاطئة. امك خير. فاير ان ذا هول كان يبي يرمي جرنيت. تعال يا حيوان تراك قهر. يا وات اوف ايش صار؟ اوكي تعال موت ابله. اوكي اوكي انا قاعد اموت انا قاعد اموت. اوكي خليني اهيل. ما ادري مين قاعد يطلق عليه اول شيء. اوه اهلا هاي. اوكي هذا مات. شكرا على الاغراض يعطيك العافيه. وانت بعد يعطيك العافيه. واو يا اخي لي لا يا ابله. اوكي كذا ترى باخذ الامور معك بيرسونال ترى. اوه بالعيال هاستل سبوت شيز لو. ياو شيز لو. اصبر اصبر خليني اخذ هذا. ليش ما اقدر؟ دقيقه اوب هاي تعال تعال فهمت. اوكي شت شت هاي السلام عليكم يا ولد خذ. والله اعطيته واحده بالبتاع ذا افادتني العلبه. اوكي اوب اوب ايوه كسرنا الدرع حقه. هل تعال يا دجاجه ماشي بالدرع. تمت محاصرتك يا ورع. ماشي اوه خلص عندي الرصاص شت قصدها الوسخ. والله يا واد جات واحده في راسه بوم.
خلنا ناخذ رصاص. ممكن ناخذ رصاص. اوكي. ده رصاص الحين. تمام ممتاز. اوه عنده جوال. جيب جوال. وات استراك ذا اوبجكت. وش ذا؟ لاسلكي. اخس 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 اللاسلكي يطلع صوت حركة. جميلة. اوكي ايش فيه هنا؟ يا اخي يبي لي اعرف كيف اسوي كرافتنج للعلة ذي. بعدين هذا الجنريتر مو مفروض كان ينفجر؟ انت ما سويت الكلوت. الله انك ميت موتة. اعوذ بالله بس. السلام عليكم في عاد. اوكي ليتس جو. Let's hit the row. Let's hit the row. Row. Nigga. Okay. Whoa. صار هنا. جايكوب شكلك ما قصرت. أيوة. أنا طيحت البرميل بعد. جايكوب. جاكوب. I think I'm close to the train yard. Are you there? Nope. ما في أحد. الله ينقلم. بادج من حقين ترينيتي هذول. يعني رتبة. الله. درع من حقين السوفيات يقول الأعداء لازم يعني يجاوبوا على جرائمهم. أوكي. أغراض. أنت تعطيني أغراض. الله إنك طايح طايحة ما بصراحة بعد يا الحبيب. أوه أغراضي فل. هلا بالعيال. لا 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 ايوه. اخس اخس وش عنده؟ اساسن كريد زحفان. والله مهارات. took you so long. I thought I lost you back there. not a chance. thanks for getting me out of that place. let's move. we can get up through there. زحفان. watch out. escape the helicopter. okay. كول كول حماس جري. اوكي بموت. اوكي بموت. يا ترى هيكوبتر معاه صواريخ يعني ما انصحكم تشردون اكنكم قاعدين تسبقونه هنا. اشرد العكس. اوكي شت بموت. يا اوكي مويه. سرفايف ذا فريزنج ووتر. افقع. مويه مجمده يا حبيبي. يقول حاول تعيش. سويم فاستر. ابشر ابشر. يا الحبيب ليش قاعد تنزل لتحت؟ يمين يمين. طيب تيامن 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 تيامن. اوكي تمام 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 تمام. فوق 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 فوق. ادعس. لا تموت. بموت بموت اتوقع بموت. والله حسيتها ماتت. ووو اوكي نجونا بعجوبه. ليش الدنيا كذا منوره بزياده؟ والله الامبيانت كلوجر في اللعبه ذي مضروب ترى بالمناسبه. اوكي واو. ايوه فجأة ينوع الابيض هذا كله. كل شيء كان ابيض وفجأة صار رمادي عادي. اقول لك امبيت اوكلوجن تسليك. اوكي انا ما شايف شيء. استهبل. دقيقة اصبر اصبر. انا ما شايف شيء. ليترلي. اوكي انا مت عشان ماني شايف شيء. ليترلي يا الحبيب. كان هذا جليتش. طفيت اللعبة وشغلتها فجأة راح الجليتش. فما ادري ايش كانت المشكلة. اوكي الله كذا تقدر تشوف ترتاح. اول ما كنت اشوف شيء الدنيا كانت بيضة. اوب حط دبل نقزة. يو اوكي الله يستر. واو 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 واو
اوكي خل بليل لا تطيح الاشياء هذه علينا تكون خلاص يا حبيبي دمر البيئه ذا على اساس انه مهتم بالبيئه يو الحواس يا فيلم الاكشن واو اوكي على الاقل المويه هنا مضبوطه بالمناسبه صلحوا المويه المويه حقت الشلال والمويه حقت الموجه هذا كل هذا الشيء اللي كنت اتكلم عنه البري ريندرد انه شيء مرندر قبل كذا شيء زي الكاتسين هذا كاتسين بري ريندر يعني الكرت الشاشه مو قاعد يشتغل الحين اسلم ابوها ميت وظف ذبح نفسه جوات سكران ذا يا ذبح نفسه يا انذبح وبين انه اكنه ذبح نفسه Take it easy. هذا كيف طلعها من شلال؟ It'll help. You know الحين تشرب تتفل؟ لأنه أكيد طعمه خايف. You could have left me in that river. Would you have left me? I'd have thought about it. What makes you think I didn't? What makes you risk so much to come here? The divine source. ودي قول لنا فكشة وخلاص نمشي عرفت. I know what you're looking for. But I want to know why. When I was young, it was just my father and I. He was an archaeologist too. In his last years, he was obsessed with myths about immortality. Of course, no one believed him, including me. Our last conversation was a fight. He took his own life. I thought I'd come to terms with it, but... Something else happened. And I saw something that I thought was impossible. It changed everything. I realized my father was right. He died alone and broken. But he died for something. So you believe the divine source is real? I honestly don't know. But if there is any truth to it, I have to find out. It needs to be researched and studied. It could make a difference to the world. It's not something to be hidden away. A difference is not always for the best. Would you wish Trinity to have the secret to immortality? Of course not. Then I would ask you not to abandon your quest, but to alter its path. Join me and my people. Help us repel Constantine and Trinity. And after that's done. And you leave our valley untouched. But knowing that you've done the right thing. No. I'm sorry. I can't do that. Can't. Or won't. Ho ho, I'll fight Trinity with you, but my goal remains the same. If I give up now... You'd feel like you'd be letting him down. Not just him. I need answers, Jacob. I need to understand. You're leaving. Right now, my concern is for my village. It's over the mountain pass. A day's journey on foot. But there may be a faster way through the old copper mine. You rest. I'll be back soon. Okay. سألنا ليش يعني Are you there?
And nope. سألنا ليش جيبه كده، قلنا له أنا جاي أدور على Divine Source. قال أنا داري أنت جاي تدور عليه بس ليش؟ قالت له القصة إنه آخر حوار بينه وبين أبوها كان مضاربة، بعدين رجعت لقيت أبوها وضع الملاعب، ف بعدين اقتنعت، شافت اكتشفت شيء، اقتنعت انه واو ان ابوها كان صادق، ف راحت تدور على الشيء ذا. دقيقه بالله، في الهنتر كان في شيء كنت ابغاه، يب هذا هيزيد لنا ثبات القوس وفتح لنا البتاع ذا. زبدة الكلام، جايكوب قال لنا انه هدفك يعني مو مضبوط، ننصحك ايش تروحي تحاربي معنا ابو شاب ترينيتي والعيال وكونستانتين، تردعيهم من هنا وبعدها توكلي يلا خلي الديفاين سورس لحاله. فقال له، قالت له لا ما اقدر، بحس انه خليت يعني ابويا كذا على الفاضي، عرفت؟ ها انت مع جايكوب؟ وش فاضك كويسين انتم؟ But I need a safe place to rest in case the invaders return. There's a cave across the bridge over there. A wolf den. They won't look there, but I can't clear it out on my own. Not like this. If you could kill them, we'll have a safe place to regroup. I might even have something for that pistol of yours. Can you help us? Yes, yes, yes. Abshir, abshir. Yes, of course. Stay out of sight. فين ال Jacob was right about you. فين الولف دن؟ يقول يا أخي أنا الحين تعبان أبغى أرتاح وكذا، بس مش كان ما أقدر يعني في حال رجع الغزاة أبغى مأوى ما يدورون فيه. فقال شو اسمه وين المهمة الجانبية هذه؟ Clear out the animals. أقدر أسوي عليه علامة؟ اوكي هي ورانا، فشي غريب. قال انه بس في هناك كهف ذئاب، اذا تروح تفضين الذئاب اللي هناك يعني بنكون شاكرين لك مرة، عرفت؟ خل نروح نشوف كيف نفضي الذئاب. او سلام اغراضها او سلام، والله دموية الوضع، الله يستر. انا ماني خايف من الذئاب لانه تونا في فار كراي جالدين امهم وعندنا واحد خوينا. هاي تقول لي ما انت خايف من الذئاب؟ ها السلام عليكم. يا ورعان يا ورعان يا ورعان نجلده. اوكي الله يقلعك الله يقلعك الغدرة، تقدر فيه كذا يا حيوان؟ بجلدك ترى. اوكي خلاص خلصنا، اقدر اخذ اغراضكم ولا بتكونوا مرة معدومين؟ اوكي والله في غزال بعدين، ما ادري ايش احس بيكون في شيء ثاني في الكهف ذا لانه ما استكشفناه. اوكي واو احس في شيء هنا. واو طيحه نه، في هنا بتاع ذا. اوكي أيا كان الشيء ذا، حديد ولا أيا كان، سوينا مايننج. أوه مشروم، رحلة جميلة، كويس إنه ساعدنا، ناخذ أغراض عرفت؟ صير أقوي زاحفين. يلا خلنا نطلع فوق، فقط طريق الرجع من هنا. يب خلني أروح أطب على أبو شاب أقول له أي زبطتك، يلا روح معك تم تظبيطك يا الحبيب.
وين هو؟ هوب! اوكي بغيت اودع الملاعب. يب يب زبطت الوضع. اوكي. ستكون بامان. يلا يلا عطني عطني حق مسدس. Jacob told us to protect you, but you weren't the one who needed it. يقول جيكوب قال لنا نساعدك بس واضح انه مو انت ما انت محتاجه مساعده هنا. قل ما شاء الله طيب يعني زبدة اعطاني هو اضافة سلاح بس شكل لازم اروح المخيم عشان اركبه. ف يا بعدين ودي اذبحه واخذ الفصل اللي معه. قل له والله حق الرصاص حق اللي راح الذئاب يا حيوان. ها